ارتفاع حاد لعدد الإصابات بكورونا وبوتيرة متسارعة، فخلال 12 يوما تضاعفت الإصابات 15 مرة لتصل إلى حوالي 2300، وهو المعدل الأعلى منذ بدء تفشي الوباء قبل عامين. ورغم ذلك فإن مؤشرات الخطورة الرئيسية ما زالت متدنية إذا ما قورنت بفترة التفشي الرئيسية مطلع يوليو عام 2021. فعدد الوفيات ما زال يتراوح بين 0 و1 يوميا، ونسبة دخول المستشفى هي 1.7%، أي 17 حالة لكل 1000 إصابة. كما أن نسبة دخول العناية المركزة تبلغ 3 حالات لكل 1000 إصابة. السلطات الصحية تقول إن أغلب الإصابات تطال الجهاز التنفسي العلوي، وإن تعافي معظم هذه الحالات يكون منزلياً، وتدعو في الآن ذاته إلى الاستمرار في الالتزام بإجراءات الوقاية. ومع ارتفاع الإصابات أعادت الحكومة الكويتية فرض بعض الإجراءات التي كانت قد ألغتها مع تحسن الوضع الوبائي مؤخراً، ومنها منع إقامة الأعراس في الخيام والفنادق، وكذلك إلغاء مراسم العزاء. كما شددت على ضرورة تطبيق الإجراءات الصحية، ونشرت فرقها للتأكد من تطبيق هذه الإشراطات. احنا كبلدية الكويت وايضا حتى باقي الجهات الحكومية نعتبر ان المخالفات اللي تتعلق باشتراطات صحية هذه مخالفات جسيمة، هذه مخالفات تمس صحة وسلامة الناس بشكل مباشر، بالتالي احنا ما نتعاون فيها. احنا خلال الايام الماضية تم عمل جولات وقمنا بعمل تنبيهات حق الفنادق، وذلك لضمان عدم اقامة تلك التجمعات. وتستمر الحكومة في حث سكان الكويت على ضرورة اخذ الجرعة التعزيزية الثالثة لمواجهة موجة التفشي الجديدة. وأمام هذا الوضع يمكن اختصار الحالة الوبائية في الكويت حاليا فيما يلي: معدلات إصابة غير مسبوقة، ومؤشرات خطورة متدنية، وتشديد للإجراءات الاحترازية، وتعويل على الاستجابة المجتمعية لمكافحة كورونا. سعد العنزي، إسكانوز عربية، الكويت.